نعم خضر، اليوم الثالث أو الرابع على التوالي يستمر استهداف قوات التحالف الدولي في بغداد، وأيضا على الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومحافظة بابل. يعني في الأمس شهدنا انفجار عبوة ناسفة على راتب تابع للتحالف الدولي، ما أدى إلى إصابة جندي في من هذا الرتل، وأيضا خسائر مادية كبيرة. بالتالي فإن الهجمات متتالية ومتكررة على التحالف الدولي في العراق من قبل بعض الأجندات الخارجة عن القانون في العراق، بالتالي فإن هذا لا يمس بالأعراف الدبلوماسية العراقية، وأيضا على الصعيد الدولي بين القوات الدولية والعراق. طيب معتز، هذا الرتل الذي تم استهدافه أين كانت وجهته؟ هل يصب في سياق الانسحاب من العراق أو انسحاب القوات قوات التحالف من العراق، أم هي إعادة تموضع داخل الأراضي العراقية؟ يعني بكل تأكيد هنالك معدات لوجستية بحاجة لها كل القواعد المتفق عليها بين التحالف الدولي وبغداد، على اعتبار هناك بقي قواعد بسيطة في العراق وخاصة في شمال العراق وأيضا في بغداد. بالتالي فإن كل هذه القواعد تحتاج إلى معدات لوجستية، بالتالي فإن الاغتيال المتوجهة تتوجه نحو القواعد المثبتة في بغداد للدعم اللوجستي. لذلك فإن تستغل هذه المجموعات هذه الأرتال ويتم استهدافها. بكل تأكيد التوجه يكون نحو القواعد المثبتة في بغداد، وأيضا في قاعدة عين الأسد في محافظة صلاح الدين. نعم، مراسلنا معتز أيوب، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد.